حلويات. وقبل ما اطلع مع حضراتكم، معانا قامة مصرية عظيمة، فنانة كبيرة، فنانة عبقرية، لها مناشدة، وهي مناشدة ليست شخصية. هؤلاء العمالقة عندما يطلبون أشياء، يطلبون أشياء لا علاقة بثقافة البلد وثقافة الوطن. معانا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. أهلا بيك يا فندم. أهلا 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 بيك. ازاي صحة حضرتك؟ ليا الشرف ان حضرتك معايا على الهوا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك، اشكرك يا سيدي. انا بناشد السيد الرئيس ان يعني بلغنا كلنا ان حصل يعني في قرار بإزالة مسرح العايم. المسرح العايم ده بيضم برضو مسرح الطفل. فانا بناشد الرئيس ان القرار ده يعني ارجو ان هو ما يتنفذ، لان احنا في حاجه الى مسارح. احنا بنفكر نبني مسارح مش نهدم مسارح، وبنفكر في الثقافه، والثقافه دي يعني زي لقمه العيش بالنسبه للشعب. فارجو واناشد السيد الرئيس انه يعني يوقف القرار ده. يمكن يا فندم عشان نقول للناس اللي ما تعرفش، المسرح العايم ده موجود قرب منطقة المانيال، والمسرح أيوة. ده له تاريخ كبير، وهو الجميل فيه انه هو كان في المياه، وكانت الناس بتروح تحضر فيه في الصيف في الجو الجميل المصري، وله تاريخ من يعني من المسرحيات العظيمة. وسمي مسرح فاطمة رشدي، يعني هو المسرح العايم ده سمي بمسرح فاطمة رشدي، يعني مسرح عريق، يعني الناس مرتبطة بيه ومتمسكة بيه، واحنا يعني في عرض مسرح او نص مسرح، فازاي احنا نهدم مسرح ودخله مسرح اخر هو مسرح الطفل؟ يعني وهيتعمل بيه ايه يعني هذا المكان؟ يعني ايه الاستغلال بتاعه؟ يعني يعني هي حديقة اولا جميلة جدا كنا دايما بنسهر فيها، وقدامها أيوة. مسرح اللي الناس كانت بتسعد بيه، فيعني اللي هياخده هيعمل بيه ايه يعني؟ ما عرفش. نوع من تشويه للبلد، نوع من تشويه لفكر البلد، نوع من تشويه لثقافة البلد. يعني انا مش عارف يعني ازاي نفكر نهدم مسرح واحنا في الوقت نفسه بنفكر نبني مسارح، لان المسرح ده ثقافه. يعني جايز يا فندم، وجدان الشعب، جايز يا فندم حد من اللي بيسمعنا يقول لك يا اخي هو انتوا يعني بتعملوا مسرح ولا؟ خلي البلد تستفيد، خلينا نعمل استثمار، نبيع حته الارض دي تجيب لنا قرشين. تستفيد بايه؟ هتستفيد بايه؟ يعني في ثقافه، باركنج حلو برضو كده، يبقى الساعه فيه ب 10 جنيه ولا حاجه. والله عيب. يعني والله عيب. لا اكيد يا فندم، ندائك هيجد اذان صاغيه. وهي مصر ايه؟ مصر عقل، مصر فن، مصر فكر، يعني مصر ثروتها طبعا تنوير. مصر تنوير، احنا بننور العقول ولا بنطمس العقول؟ فانا بناشد سيادة الرئيس. طب اكيد يا فندم سيادة الرئيس يعني هيتخذ الاجراءات، والسيد وزير الثقافة هيتخذ الاجراءات اللي من شأنها يعني المحافظة على المسرح ده وتطويره، وان شاء الله يبقى فيه مسرحيات كتيرة. لكن المهم برضو عايزين نشوف حضرتك في اعمال فنية جديدة، ونسعد بقدرتك وفنك يعني. ان شاء الله ان شاء الله، بس يعني ان شاء الله هعرض على هذا المسرح اللي بكلمكم عليه ان شاء الله. اكيد يا فندم، ولينا الشرف. الفنانه الكبيره سميحه ايوب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. زي ما بقول دايما يا جماعه، مصر ثروتها العقل، مصر ثروتها الفكر، مصر المسرح، مصر الموسيقى، مصر المطربين، مصر الممثلين، مصر الشعراء، مصر الفنانين التشكيليين. كان مسرح العائم ده كان تقعد تشوف حواليك
كل الكتاب والصحفيين الكبار، طلع الأستاذ وحيد حامد موجود، طلع الأستاذ علي سالم موجود، يعني الموائد كلها مليئة بفنانين بيجهزوا مسرحيات، بينفذوا أعمال، ويعني متنفس رخيص للناس تقدر تقعد بالليل فيه، تقعد تاخد حاجة، تاكل حاجة قبل ما تخش المسرحية بعد كده، وانت قاعد جوه المسرح. عن المسرح ده اصله يعني قضيت فيه سنين كتيرة، انت قاعد جوه المسرح جوه النيل. يعني هو في كام مسرح في العالم بيبقى عامل كده؟ انت قاعد في المدرج بتاع المسرح العايم ده، والفنانين قدامك على المسرح، الاوض بتاعتهم اللي بيغيروا فيها هدومهم على النيل. مصر هبت المصريين، مصر مش هبة النيل، فالمصريين عملوا مسرح هناك. هترجع تقول لي ما هو هنا هذا الأمر يجب أن يحسم بقى خلاص، فقر الفكر وفكر الفقر. أستاذ يوسف إدريس كان عنده عدد من المقالات عن هذا الأمر في جريدة الأهرام الغراء، وأظن حوله لكتاب بعد كده. هي كل حاجة هنحولها لعمارة وباركينج؟ يعني البلد واسعة، يعني دايما يتحدث السيد رئيس الوزراء عن ان احنا مستغلين من مساحة مصر قد ايه. البلد واسعة، عاملين عاصمة ادارية عرمرم، عاملين امتدادات للقاهرة كبيرة، عاملين الاتجاه الشرقي الاتجاه الغربي، كل هذه توسعات. سيبوا المسرح، سيبوه للجيل الجديد، سيبوه للناس اللي ما بتقراش كتاب، وإلا هيجي لك إنسان فاضي من جوه. هو احنا اللي بقى عندنا مين؟ يعني انت الفقرتين اللي فاتوا دول، من هو جود عبد الخالق؟ تتفق أو تختلف معاه؟ من هي سميحة أيوب؟ تتفق أو تختلف معاه؟ دول اتربوا فين؟ ما تربوش في باركينج، ما تربوش في عمارة سكنية فارهة، اتربوا في قصور ثقافة، اتربوا في مكتبات عامة، اتربوا في مدارس فيها تعليم، فبقوا ناس محترمة، ناس عندها عقل، ناس تنير للبشر. مش أنا عارف دائما الصراع اللي بين الاستثمار وبين التنوير. طبعا الناس كلها هتقول لك ايه يا عم بقى، خلصنا، شغل الناس وهات قرشين للبلد. طيب ما هو في ناس بتتدمر قدامها، انت بتبني حاجه وبتدمر حاجه تانية. قول لي النهارده انا يا جماعه تربيه قصور الثقافه، هتتفق او تختلف معايا، بس اتعلمت يعني ايه مكتبه، اتعلمت يعني ايه مسرح، اتعلمت يعني ايه موسيقى في قصر الثقافة. كان اشتراكه كام قصر الثقافة ده؟ 25 قرش. وكنت يعني بأمارس كل الأنشطة الثقافية، 25 قرش. مش عارف موجود لغاية دلوقتي، كانت فيلا كبيرة عظيمة قدام السفارة الأمريكية، هل هو موجود لغاية دلوقتي؟ مش معرفش. بس انك تحط في الناس حاجة تربيها تعملها. وانا ارى انه اللي يجب ان يتصدى لهذا الامر هو وزير الثقافة، يطلع يحرض الرأي العام، يقول لهم يا جماعة انا وزير الثقافة، اقفوا معايا ان المسرح ده ما يتهدش، لانه هو الامين على هذا الامر. نحن في بلد كانت الناس بتجيلنا من الدول اللي حوالينا كلها عشان يتفرجوا على المسرح، مسرح خاص وعام، خاص وعام. ده المسرح القومي ده كنت تشوف عزة العليلي وحسين فهمي، ده مؤخرا يعني في آخر أيام المسرح القومي، الاتنين دول واقفين على المسرح، اتفرج على حسين فهمي وعزة العليلي، أهلا يا بكوات. كان عندنا مسرح صلاح عبد الصبور، المسرح العائم، المسرح الجديد، بلد مليانة مسارح، ريبرتوار موجود. مصر عقل، مصر عقل عظيم، مصر عقل جميل، مصر
يعني ما ينفعش تساب كده بلا عقل وبلا ثقافة. هنا السيد وزير الثقافة يجب أن ينبري ويقول احنا أنا بحافظ على المسرح ده، المسرح ده حدش يقرب له، حدش يعمل فيه حاجة. أنا كنت في لندن الشهر اللي فات بمشي بالليل مكان الاستوديو في منطقة المسارح. ايه ده؟ ايه ده؟ مسرحيات عمرها 15 و20 سنة، برات معمولة مسارح، الثقافة والفكر والرأي موجود في كل حتة، إنما فكرة إن كل حاجة هنشوفها عايزين نهدها، نبني مكانها إكشاك سندوتشات وبتاع عشان الناس تيجي تاكل كباب وكفتة. إيه يا جماعة؟ أنت عقل، أنت قيمتك الحقيقية عقل. إن شاء الله نسمع أن وزير الثقافة عايز يوقف هذا الأمر ويشغل المسرح، شغل الفنانين، شغل الممثلين. خلينا نطلع فاصل إعلاني.